السلام عليكم لطلاب الصف العاشر، المادة الكيمياء. طبعا نحن بلشنا في الفيديو السابق في الحديث عن المركبات العضوية، حكينا انه نحن راح نختصر حديثنا في الهيدروكربونات اللي هي الهيدروكربونات المشبعة والغير المشبعة. تحدثنا ايضا وصلنا للألكانات. اليوم بدنا نحكي عن الألكانات. اوكي، ماذا نقصد بالألكانات؟ الألكانات هي مركبات هيدروكربونية مشبعة. مشبعة حكينا المرة الماضية يعني محاطة ذرة الكربون بأربع روابط، شو مالها؟ أحادية. مشبع يعني محاطة ذرة الكربون بأربع روابط أحادية. السؤال هون بيحكي لي كيف تنشأ الرابطة بين ذرة الكربون وذرة الهيدروجين؟ أنا بعرف بأنه ذرة الكربون عددها الذري 6، يعني توزيعها الإلكتروني 2 4، 4 يعني هذا عدد الإلكترونات في الغلاف الأخير، يعني هي بحاجة أن تكون 4 روابط علشان تستقر. كذلك الأمر الهيدروجين، العدد الذري له 1، هو يتكون عندي من إلكترون 1. كيف بيكون ممثل كالتالي؟ كيف بتمثلها؟ ذرة الكربون بتشارك عندي ب4 إلكترونات، كل ذرة هيدروجين بتشارك بالإلكترون الموجود عندها، كل ذرة هيدروجين بتكون عندي رابطة أحادية مع ذرة الكربون، عشان بالنهاية يكون عندي CH4، CH4 وهو غاز الميثان، هو أصغر ألكان، أوكي؟ الصيغة العامة للألكانات بحكي عنها CnH2n زائد 2. CH4 هون مكون عندي من كربوني واحدة، أوكي، فبحكي عنه CH4. خلص كربوني واحدة معناته هو بحاجة إنه يكون أربع روابط، إذا بده يتصل عندي مع 4 ذرات هيدروجين. طب لو كان عندي عدد الذرات أكثر من ذلك، عدد ذرات الكربون أكثر من ذلك، كيف بده يكون عندي صيغة المركب؟ صيغة مركب الألكان، ألكان الكان. هلا الصيغه العامه للمركب CnH2n زائد 2. اسم الالكان بيكون عندي من مقطعين الك ان، الك ان. طيب هلا بحكي كالتالي، اول اشي لما يكون عندي عدد الان، شو هي الان؟ ان اللي هي عدد ذرات الكربون. لما يكون عندي ان واحد، شو يعني؟ يعني كربون سي، اكتبها بالازرق سي، اوكي، قديش في عندي ان واحد؟ اتش 2 في 1 2 زائد 2 4. طب شو اسمه؟ شو اسم هذا المركب؟ هذا المركب اسمه ميث ان، آن على وزن الكان، آن اللي هي تعبر عندي على حالة الإشباع، يعني هون أنا في عندي مركب هيدروكربوني مشبع، يعني جميع الروابط فيه شمالها أحادية، أوكي؟ طب لما تكون عندي الصيغة الجزء عدد ذرات الكربون 2، اوكي، كيف بدي اطلع الصيغه الجزيئيه؟ طبعا انا احنا عارفين بانه الصيغه الجزيئيه هي صيغه بتبين عندي عدد، أول شيء بتبين عندي نوع الذرات المكونة للمركب وعددها. لاحظ هون بيكون عندي من ذرة كربون واحدة و4 ذرات من الهيدروجين. طب لو كان عندي المركب أو الألكان يتكون عندي من ذرتين من الكربون، كيف بدها تكون عندي الصيغة الجزيئية؟ بحكي كالتالي C2. بطبق أنا على القاعدة، القاعدة بتحكي لي CN، N قديش عندي؟ 2. إذا C، برضو خلينا نكتبها بالأزرق، C2H، بطبق 2 في 2 4 زائد 2 6، إذا C2H6. طب شو اسمه هذا المركب؟ اسمه إيثان على وزن الكان، أوكي. طب لو كان بتكون عندي من ثلاث روابط، لو كان بيتكون عندي من 3 ذرات من الكربون، يعني أنا في عندي C3H إيش؟ H، باجي هون على القاعدة، 2 في 3 6، زائد 2 8، C3H8. شو اسمه هذا المركب؟ اسمه بروبان. لاحظ ميثان، إيثان، بروبان، كلهم على وزن الألكان.
ببين عندي بالجدول اللي قدامك. هذا الجدول الموجود عندك بدك تحفظه بصم زي اسمك. يتكون عندي من 10 مركبات: ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، أوكتان، نونان، ديكان. بدك تحفظهم بالترتيب. هذا بمثابة الجدول الدوري الجدول الدوري للكيمياء العضوية. أوكي ماشي. هذا الإشي موجود عندنا صفحة 55. اطلع على الجدول، عندي جدول صفحة 55 ببين عندي. لكن قبل الجدول هون في عندي صفحة 54 بالكتاب بتبين عندي تسمية الألكانات. يطلق اسم الألكان على مركبات الهيدروكربونات ذات الصيغة. شو صيغة الألكانات؟ CnH2n زائد 2. مطلوب منك طبعا تحفظها، مهمة جدا. أوكي. يتكون اسم الألكان من مقطعين. أول مقطع بحكي عنه ألك ويدل على عدد ذرات الكربون. أوكي. والثاني آن اللي هو بيدل على حالة شو؟ الإشباع. أوكي. بما إن أنا بحكي ميثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، كله آن معناته أنا في عندي مشبع، معناته أنا بحكي عن الكام. صفحة 55 في عندي هذا الجدول ببين عندي عدد ذرات الكربون لما تكون عندي واحد، كيف بيكون الصيغة الجزيئية للمركب CH4، شو اسمه؟ ميثان، إيثان، بروبان، لحديد ديكان. طبعا هدول هم يلي أنا موجودة لك عندي هون بالجدول، مطلوب منك تحفظهم، جدا 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 مهمين. أوكي. هلا بدي حل معك أسئلة على هذا الموضوع. في عندي برضو صفحة 55 سؤالين حلحين على نمطهم. الأسئلة بتحكي لي كالتالي. السؤال الأول بحكي لي ما الصيغة الجزيئية؟ ما الصيغة الجزيئية لألكان يحتوي على 26 ذرة هيدروجين؟ أوكي. ألكان، بما أنه حكالي ألكان أنا بعرف الصيغة العامة للألكان يلي هي شو؟ CnH2n 2n plus 2. هاي الصيغة العامة للألكان، طبعا لازم تحفظها عشان تعرف تحل. أوكي. هلا هو شو بيحكي لي؟ بيحكي لي يحتوي على ذرة 26 ذرة هيدروجين. هو بده الصيغة الجزيئية. نحن عرفنا الصيغة الجزيئية هي صيغة بتوضح عندي العدد الفعلي لأنواع الذرات المكونة عندي للمركب. بما ان انا بحكي الكان معناته انا في الكان في عندي كربون، في عندي هيدروجين، في عندي 26 ذره من الايش؟ من الهيدروجين. يعني انا في عندي سي، في عندي اتش هون قديش؟ 26. طب انا هون عدد ذرات الكربون قد ايه؟ كالتالي باجي للصيغه العامه. هون معطيني بانه الهيدروجين عندي قديش؟ 26. طب كيف بحلها؟ بحلها كانها معادله كيميائيه. يعني بحكي كالتالي 2n plus 2 شو بده يعطيني؟ 26 ناقص 2 ناقص 2. انا بدي اخلي n لحالها اللي هي n عدد ذرات الكربون، بدي اخليها لحالها. 2n يساوي هاي بتروح 26 ناقص 2 قد ايه؟ 24. بقسم على معامل ان، على معامل ان، إذا ان شو طلعت معي؟ 24 على 2 قد ايه؟ 12. اذا وين بحط هون؟ هون قديش طلعت معي؟ 12. اذا شو الصيغه؟ سي 12 اتش ايش؟ 26. اوكي. طب شوف السؤال هذا بحكي لي ما الصيغة الجزيئية لألكان يحتوي على 8 ذرات كربون؟ برضو بحكي شو الصيغة العامة للألكانات اللي هي CnH2n plus 2. أوكي. حول لي إياها. سي كم عدد ذرات الكربون عندي هالمرة؟ معطيني 8. يعني أن عندي قديش؟ 8. سي 8 H 2 في 8 16 زائد 2 18. إذا شو الصيغة العامة لهذا الألكان؟ CH 18. ثلاثة بحكي لي أي المركبات؟ أنا هون في عندي مجموعة من المركبات يعد من الألكانات. أوكي. طب شو بيعرفني أنا؟ كيف بدي أعرف بأنه هذا يعد من الألكانات ولا لأ؟ عن طريق إني أنا أطبق على إيش؟ على الصيغة العامة. هاي الصيغة العامة. أوكي. لو جيت طبقت هون على الصيغة العامة، الصيغة العامة بتحكي لي كالتالي اللي هي CnH2n
H2N plus 2. نيجي لأول واحد C5. لو أجي أطبق على الصيغة العامة C5، أوكي؟ خمسة هيها H 5 × 2 قديش؟ 10 زائد 2 12. أنا شو في عندي هون 12، إذا هل هاي تمثل الكان؟ نعم. بجي اللي بعديها C6. أنا بس باخذ الأن، أنا باخذ بس عدد ذرات الأن، عدد ذرات الكربون. C6 طبق C6 H 2 في 6 12 زائد 2 14. هون في عندي 14، لا، إذا هل هذا يمثل الكان؟ لا. باجي اللي بعديها، أنا في عندي C7 H طبق 7 في 2 14 زائد 2 16. أنا شو في عندي هون 12، إذا هل هذا يمثل الكان؟ لا. باجي اللي بعديها، في عندي C9 9 H 9 في 2 18 زائد 2 20. أنا شو في عندي هون 20، إذا هل هذا يمثل الكان؟ طبعا. نيجي اللي بعديها، عندي هون سي 13 اتش 24. سي 13 اتش، باجي بطبق 13 في 2 قديش؟ 26 زائد 2 28. أنا شو في عندي هون؟ 24. إذا هل هذا يمثل عندي الكان؟ لا. أوكي، هذا السؤال وارد صفحة 55، بيحكي أي المركبات يعد من الألكانات. أوكي، الحصة هيك إحنا بنكون برضو أنهينا جزء من الألكانات. الحصة الجاية رح نفرق ما بين لما نحكي صيغة جزيئية ولما نحكي صيغة بنائية. رح نتعرف على مفهوم المتساويغات، رح نحكي في أكثر من موضوع برضو بتعلق عندي بالألكانات. أوكي، يعطيكم العافية.